عملية خطف الأجانب واحتجاز الرهائن في الجزائر معروفة ووقعت بكثرة، وأكثر العمليات التي وقعت لم تتكلل بالنجاح، بل أصابتهم بخيبة، قتلوا وشردوا وضاعت آمالهم واختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم، أقصد الجماعات. الجزائر لا تخضع لضغط هذه التنظيمات الإرهابية، ولا تخضع كذلك للمساومة، ولا تخضع كذلك للابتزاز، لأن من يخضع لابتزاز هذه التنظيمات الإرهابية فهو عبارة على أنه سلم رقبته بالمجان لهذه التنظيمات. على هذا الأساس الجزائر دائما تحقق مراتب متقدمة في مجال محاربة هذه التنظيمات الإجرامية وفي تفكيك القواعد التي تحاول هذه التنظيمات بنائها، وتسعى كذلك إلى كذلك تفكيك حتى كذلك كشبكات تواصل هذه التنظيمات الإجرامية ببعض المنظمات الخارجية.